نسبيا من الوفاء بقليل شهادة مقتضبة في حق العزيز المشترك دريس زيدي. زيدي الإنسان نبدأ الآن لكي مجرد في حالته أو في حالة هذه اجتمعت منظومة قيمٍ بالغة قليلا ما تتعايش وتتجاور في إنسان يمكن اختزالها في الشهامة. ولما أقول ذلك يعرف أصدقائي أنني وقح جدا فيما يتعلق بقول الأشياء وتسميتها. لا أخاف، نعم لا أخاف في ذلك ولا أحتل مثلا. دريس زيدي معروف بالشهامة، المروءة، المحبة والمودة، الكرم، الإخلاص، الوفاء. يمكن أن تقلق أو يمكن أن تقلق من دريس زيدي، تغضب، تعيب عليه سلوكا، قد تشتمه، لكن لا تتوقع منه رد فعل سلبي، بل الهدوء ديدنه والصبر والعتاب الصامت سلاحه الذي يجعلك تعيد حسابك جدريا في معادلات علاقتك به. اللهم اكثر من امثاله. دريس زيدي مما عندما كنا نسافر كثيرا، يعني لم اعد اسافر، هو لا زال يسافر، لا زال شابا يافعا، ولذلك يجد من نفسه هذه القدره وهذه الحركة الدؤوبة لكي ينتقل من عبر العديد من المدن الأخيرة، ومن هنا تعددت علاقات إلى آخره. حتى أننا كنا نمزح في بعضنا لما كنا أينما توقفنا ومن أين مررنا ونحن في الطريق إلى أي مدينة من مدن المغرب، أخذنا نمزح ونمزح تنقل إدريس هنا تتعرف شي واحد تركي تهنية عند شي واحد هنايا، هذا ولد كذا، هذا ولد كذا، هذا إلى آخره. في نهاية المطاف لما عرفت تعدد أصدقائي قلت نعم، إن دريس زيدي هو على حق في هذا المهمة. لماذا لا يقلق؟ أعطيكم مثالا بسيطا جدا، وأنه لما طرحت مسألة ديال شهادة الاستحقاق على المردودية كان معايا هو في مجلس التنسيق والتشاور، معنى آخر من حق التصويت. إذا الإدارة رشحتني بينما تم ترشيح آخرين. في نهاية المطاف سوف أسمع بأن الصوت الذي جعل كفة آخر ترجح هو صوت دريس زيدي. هذه تبرقيقة من الإدارة، قالوا يا صاحبك ولد المهنة ولد المادة ديالك هو اللي يعمل هذا القرار. بعد 3 أيام تقريبا أو 4 أيام كان هناك لقاء تربوي، نحن في انتظار حضور السيد المفتش، جاء إدريس لكي يسلم علي فرفضت التسليم عليه. هو الآن يسمع الكلام. قلت له والله لن أسلم عليك. لماذا؟ قلت تفرت مني والسلام عليكم السلام، وابتعدت كثيرا وأشعلت سجارة. ثم سرعان ما التحق بي وأعاد الكرة مرة ثانية رفضت. فلما استفسرني قلت له قال نعم فعلا جروني بلا ما نشعر ومشيت مع الخاوي. هذا هو دريس زيدي، عادة بسيط جدا كما قلت، نظرا لأنه ماشي منافق وداك الشيء اللي في قلبه، النفاق هو بدا تيبان هذا اللي مهل. أعتذر أخي إدريس والله إنك عزيز. الآن أعطي الكلمة لصديقنا العزيز المشترك.